بسم الله الرحمن الرحيم، معكم المهندس الحروني من قناة 10 مينتس. اليوم في حلقة جديدة من الدورة المجانية أنشئ مشروعك الخاص. طبعا إن ما حضرش الحلقة الأولى أنا حسيب لكم لينك في وصف اللي هو الفيديو ويرجع للحلقة الأولى. بداية أنا حابب بس أعرج على الحلقة الأولى وكان شو عناوينها الرئيسية. للي ما شاهدش الحلقة الأولى تكلمنا عن أسباب رئيسية لإنشاء المشروع الخاص ومصدر دخل اقتصاد البلد، اهتمام الشباب إنه ما بتحتاج إلا الأسماء، الإبداع والابتكار وسهولة الحصول على تمويل واستثمار طاقات الشباب. أيضا تطرقنا إلى جوانب الدورة اللي قلنا حنغطي فيها مفهوم المشروع الخاص، مهارات التخطيط، خطط العمل، دراسات الجدوى، التسويق واستراتيجيات التسعير، بالإضافة إلى الفرق بين الوظيفة والعمل الحر وما هي مبررات والأعذار للي ما بينشوا مشاريعهم الخاصة، وحنتناول أيضا فكرة ونبرمجها لمشروع ناجح بالإضافة إلى المنافسين وطرق التحليل. وبنحكي انه ميزة هذا الكورس انه بتميز انه حيكون كورس مجاني تمام بدون اي مقابل، بالاضافة الى انه عمل حصري على قناتنا، مش حتجد مثيل لهذا الكورس ولهذا المحتوى على اي قنوات اخرى او على اي مكان على الانترنت. بالاضافة الى هنتطرق ايضا الى نصيحة. طيب شو هي النصيحة اللي انا بتكلم عنها؟ بتكلم انا عن نصيحة انه استمع لهذا الكورس. ليش؟ لانه حتى لو انت ما فكرت تنشئ مشروعك الخاص تمام، ممكن يوم من الايام نتيجة انه انت شاهدت هذا الكورس وشاهدت الافكار اللي هي موجودة فيه، ممكن هي تنبه عقلك انه لبعض الافكار انه تدفعك لانه تنشئ مشروعك الخاص او حتى تجرب. يعني انت مش خسران شيء لما تستمع للافكار والمحتوى الموجود في هذا الكورس، لانه يوم من الايام ممكن تفكيرك يختلف، قراراتك الاستراتيجية على مستوى حياتك الشخصية تختلف، بالتالي انت محتاج لمن ينير فكرك تمام بما يتعلق بانه انت تصير مستقل ماليا، حر ماليا، تمتلك مشروعك الخاص. بالاضافة الى انه نتطرق ايضا الى محتوى هذه الدورة. المحتوى يا جماعة احنا يعني لانه في بعض ناس سألوني، حيكون هو عبارة عن قراءات من الأدبيات الخاصة بإنشاء المشاريع الصغيرة. طبعا القراءات هتكون إن شاء الله، والأدبيات هي معظم القراءات أجنبية بالإضافة إلى القراءات العربية. أيضا الخبرات الحمد لله يعني اكتسبت اللي هو على مدار سنوات من الخبرة في مجال اللي هو إنشاء المشاريع الخاصة والمشاركة في الأفكار الريادية وتقييمها، وأيضا مساعدة كثير من الشباب في إنشاء أفكارهم، بالتالي إن شاء الله هننقل هذه الخبرة لكم في هذا الكورس. بالإضافة إلى تجارب النجاح أيضا حنتناول كيسز أو حالات عملية لمن نجحوا في مشاريعهم الخاصة. أيضا حنتناول مفهوم المشروع الصغير. مفهوم المشروع الصغير هو أبسط تعريف له وجدته أنه هو عبارة عن نشاط اقتصادي لمؤسسة فردية أو شركة تمام تتناول جانب إنتاجي أو خدمي أو تجاري. طبعا هناك اختلافات كثيرة في التعريف، تختلف طبعا وتتنوع بناء على عدة عوامل سنذكرها لكم لاحقا. ممكن يكون المشروع الصغير إنتاجي يعني مثل اللي هو مصانع الخبز، أيضا خدمي يعني مثل اللي هو وسائل النقل اللي طبعا تتقاضى أجرة رمزية على نقل طلاب أو نقل موظفين وما شابه ذلك. أيضا ممكن يكون تجاري، المجال التجاري ممكن يكون بيع وشراء سلع بالتجزئة أو بالجملة أو توزيعها على تجار آخرين. هناك أيضا زي ما حكينا لحضراتكم المشروع الصغير له عدة عوامل أو بيختلف تعريفه بناء على عدة عوامل. شو هذه العوامل؟ أنا طبعا حصرتها في بعض العناصر. ممكن يكون رأس المال، يعني قديش انه انت معك رأس مال ممكن انت ايش بناء عليه ان نقول هذا المشروع صغير ام لا. ايضا عدد العمال. طبعا العنصرين هذول يا جماعة هم اهم عنصرين هنتناولهم بشيء من التفصيل لاحقا. في طبيعة المشروع زي ما حكينا ممكن يكون مشروع زراعي، تجاري، صناعي، واتبار يكون هذا المشروع او خدمي. الشكل القانوني، الشكل القانوني ممكن يكون له أوراق رسمية متنوعة وكثيرة، طبعا هذا يختلف من بلد إلى آخر. بالإضافة إلى مجال التصدير، هل هذا المشروع ينمو ويكبر إلى ممكن يصدر أو لا يصدر منتجاته. بالإضافة إلى الأرباح والمبيعات، الأرباح والمبيعات
يعني هل شو هي الأرباح اللي العائدة من هذا المشروع، أو شو هي المبيعات، ممكن احنا نحدد هذا المشروع صغير أم لا. أيضا شكل الإدارة أو الملكية، هل صاحب المشروع هو المالك؟ طبعا في العادة المشروع الصغير يكون صاحب المشروع هو مدير المشروع، بالإضافة إلى المنتجات، طبيعة المنتجات، تمام، بالإضافة إلى الطاقة الإنتاجية، قديش طاقة إنتاجية، بالإضافة إلى المستوى التكنولوجي اللي المشروع الصغير بيعتمد عليه. طبعا هذه العوامل أنا على سبيل الذكر مش هفصلها في هذا الوقت، ممكن لو حضراتكم حابين نفصلها ممكن يكون هذا في التعليقات لو طلبتوا نفصل هذه العوامل، لكن أنا أهم عاملين هشرحهم هما رأس المال وعدد العمال. بنحكي إنه المشروع الصغير مهم جدا في أو بيرتكز عليه ركيزة أساسية، أو معظم التعريف تدور حول عدد العمال ورأس المال، إنه عبارة المشروع الصغير إنه هو عبارة عن مشروع تمام له مجال وبيعتمد على عدد عمال بحيث إنه أقل أو أكثر من رقم معين، رأس المال برضو أقل أو أكثر من اللي هو مبلغ معين، وهذا بيختلف طبعا على حسب إيش الدولة أو السياسات الموجودة. وبنكمل معكم اللي هو بخصوص المشروع الصغير وشو هو أهم عاملين موجودين في هذا المشروع الصغير. طبعا عند عدد الموظفين ورأس المال هما أكثر عاملين طبعا بيتفق عليهم التعريف أنه بحدد لهذا المشروع صغير أم مشروع كبير أم مشروع متناهي الصغر. نتناول الـ Small Business Administration في الولايات المتحدة بتحدد أنه عدد الموظفين إذا كان أقل من 250 موظف هذا بيكون مشروع صغير. بالنسبة لرأس المال أقل من 7.5 مليون دولار هو بيكون مشروع صغير. نيجي نشوف الاتحاد الأوروبي شو بتكلم عن اللي هو المعايير هذه، بيحكي أنه أقل من 50 موظف يعتبر مشروع صغير، أقل من 10 مليون اللي هو طبعا يورو بكون هو مشروع صغير، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية كمثال لدولة عربية بتحكي أنه أيضا 50 موظف، بالإضافة إلى أنه تقريبا 5000 دولار اللي هو المشروع الصغير. طبعا هذا قد يختلف من بعض المصادر، ممكن لو رجعتوا لبعض المصادر هتجد الرقم هذا يختلف أيضا بنسبة قليلة. نيجي للكويت، الكويت يعني برضو يختلف حسب السياسة بالنسبة لعدد الموظفين، طبعا هذا في بعض الأرقام ممكن احنا يعني نحددها أكثر. رأس المال طبعا يتراوح 700 ألف دولار يعتبر مشروع صغير، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية أيضا اللي هو ممكن نرجع لبعض المصادر نحدد منها عدد الموظفين، وهذا طبعا يختلف زي ما حكينا، بالإضافة إنه رأس المال 5 مليون دولار تقريبا. يعني زي ما انتم شايفين اللي هو في هناك اختلاف حسب السياسات والقوانين اللي بتسنها الدولة في اللي هو طبيعة البلد، وممكن هذه الاختلافات ترجع إلى بعض يعني حكينا سياسة الدولة، الطبيعة الجغرافية، السكانية، النشاط الاقتصادي، النشاط السياسي، هذه الشروط وهذه طبعا القوانين تتداخل وتتفاعل فيما بينها، ممكن تخلق إن له رؤية أو سياسة لتحديد معايير المشاريع الصغيرة. وهيك بنكون انتهينا من حلقة هذا اليوم اللي هي الحلقة الثانية لكورس أنشئ مشروعك الخاص، وبنطلب من حضراتكم طبعا دعمنا باللي هو الاشتراك في قناتنا وعمل إعجاب ونقل المعرفة لغيركم من الناس عشان يستفيدوا الآخرين، وإن شاء الله نلتقي في الحلقة الثالثة من كورس أنشئ مشروعك الخاص. نشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.